السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم معايا في قناه يوميات ام هبه ايوب دائما فيديو جديد واقتراح جديد فيديو ديال اليوم غادي نقترح عليكم وصفه رائعه طون منزلي بالكابيلا لكي كيجي زوين بزاف وفي نفس الوقت اقتصادي ما توفرش عندي دابا الطون ان شاء الله غادي نحضرو معاكم بالكبيله ومره اخرى فاش يتوفر عندي الطون غادي نعاود نحضرو معاكم بيه بنفس الطريقه والنتيجه كتكون بيهم بجوج بحال بحال نتوما كتعرفوا الاستعمالات اللي كنحتاجوا فيهم الطون آه البيتزات آه لي سالاد لي ساندويتش فعلاش لا ما في البيوت ديالنا ويكون عندنا بكميه كثيره وبدون مواد حافظه هنا كيف ما اخواتي عندي جوش كيلو ديال سمك الكابيلا غادي نغسلهم مزيان غادي نحيد ليه الراس والمصارن وغادي ننقيه مزيان ونعود نشلو وغادي نديرو يتقطر من الماء لانه مخصش يكون فيه الماء باش يجي ناجح 100% بالنسبه للناس اللي كتشوف القناه ديالي اول مره كنقول لكم مرحبا بكم ما تردوش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير غادي ان شاء الله يجيكم زوين بزاف وغادي يولي معتمد عندكم كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما تقطر من الماء غادي نستفوا هكايا في الكسكاس باش غادي نبخرو شوفوا تبارك الله كيبان جديد حنايا بعد مرات ما كيكونش حدانا عند الناس اللي تيبيعوا الاسماك ما كيكونش خاص ضروري توصيو عليه باش يجمعوها لكم لانها كتكون بعد المرات موجوده وبعد مرات ما كتكونش انا ما توفراتش عندي وجابتها لي بنت الخالدية ديالي الله يجزيها بخير وصيتها وجابت لي هاد الكميه مشكوره من هاد المنبر لهلا هنا كيف ما شفتوا انا ستفتها وغادي ندير البرمه غادي ندير فيها الماء حتى يغلى من بعد ما غلى الماء كيف ما كتشوفوا غادي نزيد عليه المنسيمات درت هنايا واحد ثلاثه الورقات ديال اوراق سيدنا موسى أو لا اوراق الرند وواحد شويه ديال زعيطره باش هكا منين نحط هذيك الكابيله تبخر تنسم مزيان بهاد المنسمات ممكن تضيفوا حتى اليازير الا بغيتو انا متوفرش عندي هنا بالنسبه للطريقه ديالو اولا الوقت اللي كيستغرق كي في, في التبخار تقريبا ما بين خمسة دقائق عشرة دقائق كيكون كي واجد غادي نغطيه ونخليه حتى تفوت المده اللي قلت لكم ومن بعد غادي نعاود نشوفه هنا من بعد ما دازت عشرة ديال الدقائق تبارك الله هو يتبخر وواحد الريحه طالعه فيه يا سلام ما نقولش لكم ديال زعيطره وديال ورقه موسى غادي نخليه يبرد هنا من بعد ما برد خديت واحد السكين وبديت كنزول ليه ديك القشره اللي كاينه فيه الفوق بشويه خصو شويه ديال الخاطر وكنبداو نحيدو ليه في الشوك اللي كيكون في الاعلى ديالو وهذاك السنسول راه ساهل غير عطيه واحد شويه ديال الخاطر كنقيو هكا مزيان ونخليوه هكا يا فيليات يكونوا شويه طوال بغيتو تقطعوه على جوج قطعوه انا كيعجبني هكا طويل لانه ملي غيبدا يطيب مازال غادي تقدر يتقسم ليكم على جوج غير صدقوني وجربوا هالطريقة الطريقه اللي غادي تشوفوا اليوم غادي يجيكم زوين بزاف وغادي يولي معتمد عندكم عوض اننا نأخذ علبه اللي هي صغيره فيها جوج فيليات نيت ديال الكابايلا بعد ديال الدراهم اللهم نخدو كيلو ونحضروا به كميه اللي هي معقوله واللي بدون مواد حافظه كما قلت لكم غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي ومن بعد غادي نوريكم المنسمات اللي غادي نزيد عليه والطريقه ديال الطهي ديالو وان شاء الله حتى في الاخر ديال الفيديو غادي تعرفوا تعرفوا على طريقه الاحتفاظ به لمده اطول وضروري تنقيوه مزيان من الشوك باش حتى من يكون عندكم جاهز وتحطوه للوليدات ما تخافوش عليهم هنا في الاعلى كيكونوا دوك الشوكات كبار شوفوا تبارك الله الفيليات كي زوينين بزاف غادي نكمل هاد الكمية اللي عندي ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم المنسمات اللي غادي نزيدهم عليه هنا غادي نبدا نستفهم في الطنجرة اللي غادي نطيبو فيها تبارك الله الكمية ديال جوج كيلو عطاتني واحد الكونتيتي اللي هي معقولة كيف ما كتشوفوا على الصورة غادي نبدا نضيف المنسمات هنا درت ثلاثه ديال الورقات ديال الرند او ورق موسى جوج فلفلات سودانيه ممكن ديروا اكثر الا كنتو كتبغيو الحار ضفت معلقه كبيره ديال الزعتر وغادي نضيف عليه جوج كيسان بالعبار ديال العنبه ديال الزيت نباتيه وممكن تزيدوا نصف كاس ديال زيت الزيتون وغادي تضيفوا جوج الدروس ديال الثومه حتى لثلاثه والملحه على حسب الذوق كثروا شويه الملحه لانها كتحافظ عليه غادي نضيفوا نص معلقه ديال الفلفل الاسود وغادي نضيفوا حتى الكمون حتى هو نص معلقه تكون كبيره وواحد المعلقه صغيره ديال الخل من بعد غادي نسد عليه الطنجره وغادي نخليه يطيب مده تقريبا ديال واحد 30 دقيقه على عافيه مهيله ومن بعد حليت عليه كتلقاو هكايا كتشوفوا ديك الزويته ديالو كتولي صافيه وداك الماء اللي كان فيه كيتبخر كتبقى غير الزيت بوحدها كتعرفوا على انه صافي طاب مزيان غادي نخليه حتى يبرد ومن بعد غادي نديروه في القريعات الى عندكم ممكن ديروا بزاف د القريعات الى عندكم وحده كبيره ممكن ديروها فيها وهنا من بعد ما براد غادي نحتفظ به انا في هذه القرعه اللي كتشوفوا قرعه كبيره شوفوا تبارك الله كيف جا جا زوين بزاف والريحه ديالو يا سلام ما لكم عليها بالنسبه لطريقه الاحتفاظ به إذا إيه كنتو غادي ديروه في الثلاجه غير في الثلاجه الفوق راه يبقى عندكم تقريبا ما بين ما بين اسبوع حتى ل 15 يوم ما كيطرى ليه حتى شي حاجه الا بغيتو تحتفظوا به مده اطول غادي ديروه في البواطه ديال الكونجيلاتور تفرقوا على الكميات اللي كتبغيو وتحطوه في الكونجيلاتور يبقى عندكم مده طويله ما كيتغير ما لي المذاق ديالو ما لي اللون ديالو الوقت اللي تبغيو تستعمل تبغو تستعملو. كتجبدوه من المجمد وحد المده اللي هي قبل ما تبغوا تستعملوه بيما ديكونجلا وما كتلقاوش بعدا اصلا في شي تغيير نهائيا كيبقى هو هو بحال عاد صيبتوه غير اليوم كنتمنى الاقتراح آه ديال اليوم اللي شاركت معكم ديال طون بكابايليين الاعجاب ديالكم وتجربوه وتخليو لي الراي ديالكم في التعاليق شوفوا تبارك الله انا جاتني هاد القرعه كبيره عامره وكي وكيف ما قلت لكم والله العظيم الا الريحه ديالو يا سلام ما لكم دوك المنسيمات عاطين واحد الريحه وكيحيدوا حتى ديك الزفوره اللي كتكون ديال الحوت وكان هذا هو الشكل النهائي ديال اليوم اللي شاركت معاكم طون بالكبيلة ليكي كيتحضر بسرعة وكيجي أكثر من رائع وسهل التحضير وكيجي حسن من اللي كيتباع كيجي حسن من الجاهز بدون مواد حافظة غير اللي ما بغاش يصيبوا الوليداته كتشوفوا الكمية معقولة وكثيرة غادي تنفعكم بزاف في لي غادي تنفعكم في لي غادي تنفعكم في البيتزا في محتاجيتي غادي تلقي عندك في الدار جاهز وكيف ما قلت لكم وزوين بزاف وغتعرفي اشنو توكلي لوليداتك واشنو كتاكلي حتى نتيا وكما قلت لكم دائما في اطار الوصفات السهله والبسيطة واللي على قد الجيب هاد الطون راه اقتصادي اقتصادي بزاف بزاف غادي يقتصد ليكم على جيبكم عوض انك تاخدي واحد الحك صغير بسبعة دراهم غادي تاخدي كيلو غادي تحضري واحد الكمية اللي هي معقولة واللي غادي تنفعك و وقت ما احتاجيتيه غادي تلقيه عندك وغادي يصبر معاك مده طويله هنا ما بقى لي الا نودعكم الى فيديو قادم الى فيديو جديد واقتراح جديد ان شاء الله ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته